ويب سايت بوت ستراب هو عباره عن المرجع الوحيد اللي ممكن نعوزه نحن ببوت ستراب، لانه بيتضمن كل شيء معلومات بطريقه كثير واضحه لحتى نقدر نحن نفهمها. اللي بنعمله انه نحن بنفتش على اللي بدنا اياه. ليتس سي بدنا نعرف اكثر عن التيبلز، بوت ستراب بيقدم لنا كثير ديتيلز واكزامبلز كيف ممكن نحن تو بنفيت من التيبلز. مثلا حتى في الاكزامبلز which we can benefit of. So let's say انا I want a zebra striping table. Okay, بكون محطوط what I should include. Let's say I need to include the class اللي هو table and table stripe لحتى يطلع لي هيدي التيبل بهذا الشكل. Okay, لحتى اقدر اشوف اكثر انا الكود I can inspect the element بالتولز whether على فايرفوكس او كروم او even IE I can view the source code. اوكي وذن بقدر افهم اكثر كيف تسلسل الكود. مثلا لحتى اعمل هيدا التيبل كان لازم يستعمل الكلاس تيبل والكلاس تيبل سترايب ذن التيبل هيد اللي هو بخلي يكون في بولدينج بولد بالهيد اوف ذا تيبل. اوكي كان محطوط بقلب تيبل هيد بقلب تي ار ما بعوزه كلاسز لانه اوريدي التيبل والتيبل سترايب بيهتموا بهذا البارت اند سو اون. فهيك بنقدر نحن تو بنفيت اكثر من الكود الموجود قدامنا والاكزامبلز. سو حنطلع على الاوفر فيو هلا يلي لبوت ستراب. اوكي لحتى نقدر نحن نستعمل بوت ستراب لازم يكون عندنا دوك تايب يلي لل HTML5 اللي هي بهذا الشكل عباره عن كلمتين دوك تايب و HTML. في دوك تايبس ثانيين اللي هن لل HTML4 ونزول، بس هدول الدوك تايبس ما بيفيدونا لانه بوتستراب بيستعمل HTML5 tags اللي هني منهم supported بال HTML اللي قبل HTML4 for example. Okay. Bootstrap was designed to be mobile first. بمعنى انه وقت ما عملت Bootstrap developers نقوا انه نحنا we want to support mobile totally وبدنا our code to work on mobile. عشان هيك بس نحن نفتح الويب سايت على الموبايل بيفتح بطريقه كتير حلوه وبطريقه كتير بتخلي اليوزر تو انجوي ذا اكسبيرينس على الموبايل احسن ما يطلع له ويب سايت كتير كبير ويصير بده يعمل سكرولينج وما بيقدر يشوف كل الايمجز اند سو اون. وسبيكينج اوف ايمجز بوت ستراب ناو انكلودز ريسبونسيف ايمجز، بمعنى انه انا صار فيني اعطي كلاس اسمه ايمج ريسبونسيف لان ايمج وهذا الشيء بخلي الايمج انه تاخذ the size of its parent. يعني let's say عنا div let's say هيك كانت عنا div اوكي لنقول ال width of this div is 100 pixels. اوكي وانا I want an image. اوكي let the source of the image be اوكي ليتس سي هيدا الايمج اللي قلنا. اوكي وات اي دو انه اي باس باي ذا كلاس مثل ما هن ذاكرينه. اوكي لا مش هيدا بس مرق لها الكلاس اللي هو image responsive. I paste it here. Okay, I save و I refresh. بس لما اعمل refresh okay طلعت my image. Okay, width of my image is 100 pixels. ال 100 pixels اللي هن width of the image اوكي هن اجوا من ال parent اللي هو div. يعني انا my div has a width of 100 pixels لانه my image عطيتها انا class image responsive. اوكي اخذت ال width of my parent فكان ال width اللي قاله 100% وال height بيتثبت relatively. Let's say انا I removed the class اللي هو image responsive. اوكي my image بدها تكبر وتاخذ its default size بس لانه انا زايد عليها هذا الكلاس ما بتكبر. اوكي
بوتستراب اولسو بيقدم لنا كتير assistance بالتايبوغرافي واللينكس، يعني اوتوماتيكلي let's say links are colored blue and on hover بيتغير الكيرسر وبصيروا links underlined. This is part of the normalizing. Okay. وبوتستراب makes it very easy to center our content. We just use نستعمل الكلاس اللي هو اسمه container. بنحطه على البيرنت على البيرنت ويدث واوتوماتيكلي بوتستراب بحط لنا بصير بيطلع على الويدث اوف ماي ويندو لحتى يعطيني قديش مفروض تكون الويدث اوف ماي بيج. سو انا ليتس سي انا ذا ويدث اوف ماي ويندو ناو هو تقريبا 13000 13000 بلس بيكسل. سو وات هابنز انه بوتستراب هاز ميديا كويري لل 1200 بيكسلز، بمعنى انه انا بيطلع بوتستراب انه لما تكون انا ماي بيج الويدث اللي لها اكثر من 12000 من 1200 بيكسل بيكون الويدث اوف ماي بيج هو هالقد، بيكون 100% تقريبا 12000 1200 بيكسل. اوكي لما انا صغر ماي بيج، اوكي ليتس سي انا صغرته صار هالقد الويدث اوف ماي بيج، اوكي بوتستراب بصير بغير الفول الماكسيمم ويدث اوف ماي بيج لحتى يتناسب مع السايز كرمال انا ما يصير عندي سكرولينج. What also happens انه كل ما انا اكبر اوكي بصير بيتغير. سو اذا بنطلع هون على هذا المنيو بس لما صغر انا اوكي بيختفي، وين بيختفي؟ بيطلع لفوق بصير هوريزونتال لانه بيعرف بوتستراب انه انا ما لح اقدر سيح something vertical بقلب هيك بقلب بيج هالقد الويث يلي إلها، وهذا الشيء بيعطينا ادفانتج على التابلتس وعلى الموبايل فونز وعلى كثير ديفايسز الويث تبع ذير سكرين بيختلف.